كلمات تفهم خطأ. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. السلم، يفهم الناس من السلم هنا أي السلام وإلقاء التحية، لكن معناها صالحوكم واستسلموا لكم، كما يقول القائل: ألقيت إليك قيادي وألقيت إليك زمامي، إذا استسلم له وانقاد لأمره. والسلم أي الصلح. كلمات تفهم خطأ.